الحب هو كل ما حدث بيننا، والأدب هو كل ما لم يحدث. يمكنني اليوم بعدما انتهى كل شيء أن أقول هنيئا للأدب عن فجيعتنا إذن. فما أكبر مساحة ما لم يحدث، إنها تصلح اليوم لأكثر من كتاب، وهنيئا للأدب أيضا. فما أجمل الذي حدث بيننا، ما أجمل الذي لم يحدث، ما أجمل الذي لن يحدث. قبل اليوم كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى، عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنين، دون جنون، ودون حقد أيضا. أيمكن هذا حقا؟ نحن لا نشفى من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا. أتريد قهوة؟ يأتي صوت عتيقة غائبا، وكأنه يطرح السؤال على شخص غير معتذر دون اعتذار، على وجه للحزن لم أخلعه منذ أيام. يخذلني صوتي فجأة، أجيب بإشارة من رأسي فقط، فتنسحب لتعود بعد لحظات بصينية قهوة نحاسية كبيرة عليها إبريق وفناجين وسكرية ومرش لماء الزهر وصحن للحلويات. في مدن أخرى تقدم القهوة جاهزة في فنجان، وضعت جواره مسبقا ملعقة وقطعة سكر. ولكن قسنطين مدينة تكره الإيجاز في كل شيء، إنها تفرد ما عندها دائما تماما كما تلبس كل ما تملك وتقول كل ما تعرف. ولهذا كان حتى الحزن وليمة في هذه المدينة. أجمع الأوراق المبعثرة أمامي، لأترك مكانا لفنجان القهوة، وكأنني أفسح مكانا لك. بعضها مسودات قديمة، وأخرى أوراق بيضاء تنتظر منذ أيام بعض الكلمات فقط كي تدب فيها الحياة وتتحول من ورق إلى أيام. كلمات فقط أجتاز بها الصمت إلى الكلام، والذاكرة إلى النسيان. ولكن تركت السكر جانبا وارتشفت قهوتي مرة كما عودني حبك. فكرت في غرابة هذا الطعم العذب للقهوة، ولحظتها فقط شعرت أنني قادر على الكتابة عنك، فأشعلت سجارة عصبية ورحت أطارد دخان الكلمات التي أحرقتني منذ سنوات دون أن أطفئ حرائقها مرة فوق صفحة. وكيف غادرتني الحروف كما غادرتني قبلها الألوان؟ وتحول العالم إلى جهاز تلفزيون عتيق يبث الصور بالأسود والأبيض فقط، ويعرض شريطا قديما للذاكرة كما تعرض أفلام السينما الصامتة. ها هو ذا القلم إذن، الأكثر بوحا والأكثر جرحا. ها هو ذا الذي لا يتقن المراوغة، ولا يعرف كيف توضع الظلال على الأشياء، ولا كيف ترش الألوان على الجرح المعروض للفرجة. وها هي الكلمات التي حرمت منها، عارية كما أردتها، موجعة كما أردتها.
فلماذا رعشة الخوف تشل يدي إذن؟ تمنعني من الكتابة. تراني أعي في هذه اللحظة فقط أنني استبدلت فرشاتي سكينة، وأن الكتابة إليك قاتلة كحبك. ارتشفت قهوتي المرة بمتعة مشبوهة هذه المرة. شعرت أنني على وشك أن أعثر على جملة أولى أبدأ بها هذا الكتاب، جملة قد تكون في تلقائية كلمات رسالة، كأن أقول مثلا: أكتب إليك من مدينة ما زالت تشبهك، وأصبحت أشبهها. ما زالت الطيور تعبر هذه الجسور على عجل، وأنا أصبحت جسرا آخر معلقا هنا. لا تحب الجسور بعد اليوم. أو شيئا آخر مثل: أمام فنجان قهوة ذكرتك، كان لابد أن تضعي ولو مرة قطعة سكر في قهوتي. لماذا كل هذه الصينية؟ من أجل قهوة مرة؟ كان يمكن أن أقول أي شيء، ففي النهاية ليست الروايات سوى رسائل وبطاقات نكتبها خارج المناسبات المعلنة لنعلن نشرتنا النفسية لمن يهمهم أمرنا. ولذا أجملها تلك التي تبدأ بجملة لم يتوقعها من عايش طقسنا وطقوسنا، ربما كان يوما سببا في تقلباتنا الجوية. تتزاحم الجمل في ذهني، كل تلك التي لم تتوقعيها تمطر الذاكرة فجأة. فأبتلع قهوتي على عجل وأشرع نافذتي لأهرب منك إلى السماء الخريفية، إلى الشجر والجسور والمارة، إلى مدينة أصبحت مدينتي مرة أخرى. عندما أخذت لموعدا معها لسبب آخر هذه المرة. ها هي ذيق سنتينا، وها هو كل شيء. أنت، وأنت تدخلين إليه من النافذة نفسها التي سبق أن دخلت منها منذ سنوات، مع صوت المؤذن نفسه، صوت الباع، وخطى النساء الملتحفات بالسواد، والأغاني القادمة من مذياع لا يتعب.